مشاهدينا الكرام، يا مرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج المجلة السعودية. واليوم حنتناول موضوع: هل التوراة تنبأت بمحمد؟ خليكم معنا عشان تعرفون الجواب. يا مرحبا بكم. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في فقرة جديدة من فقرات أسئلة المسلمين الشائعة. واليوم حنناقش مع بعض مسألة: هل تنبأت التوراة عن مجيء محمد؟ طيب، المسلمين يحسبون أن التوراة تنبأت بمحمد، ويستدلون على هذه الآية من سورة الأعراف اللي تقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. المسلم أو المسلمين يستشهدون من هذه الآية، من التثنية 18، الآية 18، لما ربنا كلم موسى وقال له: أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك. ويربط المسلمين بين موسى ومحمد أن كلاهما من أبوين، وكلاهما مات طبيعي، وكلاهما كان قائدا عسكريا. علشان كده هم ما يربطون النبي الثاني بالمسيح اللي هو من أم فقط، ورفع ولم يمت ولم يكن قائد عسكري. وهم يدعون أن اليهود إخوة العرب، وعلشان كده يفسرون الآية على أن المقصود هو محمد. ولكن اليهود والعرب مش أخوة، ولكن عيال عم، نقطة استفهام مش كده؟ هذا من منظور العرب، ولكن اليهود يفهمون أن الأخوة هم اليهود فقط، يعني واحد من عيال الأصباط الاثناش من عيال يعقوب، والمسيح يرجع نسبه ليهوذا من عيال يعقوب. ورأي اليهود هو الأصح، لأن التوراة كتبت لهم ولزوم تنكتب باللغة اللي هم يفهموها. وهم بعد الرب قال لهم أن يعينون عليهم ملك من أخوتهم. تثنية 17 الآيات 14 و15. وعلى مر تاريخ إسرائيل من يوم موسى ويشوع وداود وسليمان وإلى السبي البابلي وعودة إسرائيل مرة تانية ونهايتها وحتى إسرائيل الحديثة، لم ولن نجد أي ملك عربي أقيم عليهم، بل كل الملوك كانوا من اليهود. والآية تقول: تجعل عليك ملك من إخوتك. شيء ملفت للنظر مش كده؟ طيب، هذا من جهة. من جهة تانية، ما ينفع التشبيه بين محمد وموسى لأنهم من أبوين أو ماتوا طبيعي أو لأنهم قادة عسكريين وغيرها، لأن هناك خلافات. موسى متعلم في بيت فرعون كل علوم المصريين، ولكن محمد أمي حسب الفكر الإسلامي. موسى انولد من أبوين مؤمنين، ولكن محمد انولد من أبوين مشركين. موسى عاش 120 سنة، ولكن محمد 63 سنة، يعني قد نص موسى وغيرها. موسى كان ربنا مؤيده بمعجزات وقوات وعجائب، وكان نبي قوي مقتدر حسب التثنية 34:10-12. ومحمد ما سوى شيء من هذه المعجزات، ولكن المسيح سوى أكثر من اللي سواه موسى. وهذا يدل على أن الآية في التوراة تقصد المسيح يسوع الناصري. والدليل هو قول يوحنا المعمدان لما أرسل تلاميذه وقال لهم: اسألوا يسوع المسيح هل هو أنت النبي
الآتي أو ننتظر آخر؟ رد عليه المسيح بقول: اذهبا وأخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران، العمي يبصرون والعري يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون، وطوبى لمن لا يعثر فيا. متى 11 الآيات 4-5. لكن محمد ما سوى أي معجزة من هذه، بحجة أن السابقين كذبوا هذه المعجزات ولم يؤمنوا بها حسب الإسراء 59. إذن لا يجوز التشبيه بين موسى رجل الله ومحمد. أخيرا وأهم شيء أن نفس هذه الآية اللي بالتوراة استشهد بها بطرس رسول المسيح للدلالة على المسيح، ويرسل يسوع المسيح المبشر به قبله، فإن موسى قال للآباء أن نبي مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون. أعمال الرسل الإصحاح 3 الآية 20-22. إذن المسيح هو النبي المنتظر وهو المقصود في الآية المذكورة في سفر التثنية 18 من التوراة. المسيح مش بس نبي بل وأعظم من نبي. خلاصة القول أن محمد لم يذكر لا من قريب ولا من بعيد في التوراة. والرب يبارك الجميع. آمين. لكن مو كل شي يوافق، كل شي لي حل لكن مو كل شي يوافق، كل شي لي حل، كل شي لي حل لكن مو كل شي يوافق، لكن مو كل شي يوافق. أنا رب أعطاني حل، أنا رب أعطاني حل، إن كان يبنيني يوافق، إن كان يبنيني يوافق. من سكن وفي قلبي حل، من سكن وفي قلبي حل، صرت في كلام واثق. كل شيء لي حل لكن مو كل شيء يوافق، لكن مو كل شيء يوافق. كل حلال لي حرام دام ذا يعثر أخويا، ولساني اعتاد الكلام الشكر والهللويا. كل حلال لي حرام دام ذا يعثر أخويا، ولساني اعتاد الكلام الشكر والهللويا. وكل ما يقول لايك كل شيء لي يحل، لكن مو كل شيء يوافق، لكن مو كل شيء يوافق.
لا يتسلط علي أي أمر يستعبدني، يحرم حتى شرب الماي لو عن الله يبعدني. لا يتسلط علي أي أمر يستعبدني، ويحرم حتى شرب الماي لو عن الله يبعدني. غايتي أمجد الخالق، كل شيء لي حل، لكن مو كل شيء يوافق، لكن مو كل شيء يوافق. بالمحبة والتفاني أنتصر على كل شر وعلى ذات الأناني. ربي يسوع عمر بالمحبة والتفاني أنتصر على كل شر وعلى ذات الأناني، وأحيا أمين وصادق، كل شيء لي يحل، لكن مو كل شيء يوافق، لكن مو كل شيء يوافق. كل شيء لي يحل، لكن مو كل شيء يوافق، كل شيء لي يحل، لكن مو كل شيء يوافق. كل شيء لي يحل، كل شيء لي يحل، لكن مو كل شيء وافق، لكن مو كل شيء وافق. أنا رب أعطاني حل، أنا رب أعطاني حل، إن كان يبنيني يوافق، كان يبنيني يوافق. من سكن وبقلبي حل، من سكن وبقلبي حل، صرت في كلام وافق. كل شيء لي حل، لكن مو كل شيء وافق، لكن مو كل شيء وافق. كل شيء لي حل، لكن مو كل شيء وافق، كل شيء لي حل، لكن مو كل شيء وافق. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. من الأسئلة اللي تطرح علينا عادة كمسيحيين وبشكل مستمر، سؤال يقول: إذا كان المسيح قال لم آتي لأنقض الناموس، أجل كيف لا يوجد ختان في المسيحية ولا فيه قيود على الأكل ولا فيه تقديس ليوم السبت والكثير من الأمور المخالفة لشريعة اليهود؟ والحقيقة إني أفرح وأرحب بكل الأسئلة والاستفسارات الصادرة من شخص بذل مجهود وبحث، أو على الأقل حاول يفهم.
مش واحد يجادل لمجرد الجدال ويسأل ولا حتى ينتظر إجابة. وعموما عشان نجاوب على سؤال هل إحنا نقضنا الناموس أو لا، لازم نعرف معنى الناموس. فالناموس هو الشريعة اللي وضعها موسى بوحي من الله، تخص حياة وتعاملات اليهود كشعب ودولة، وسميت ناموس لأن فيه صفات وتعاملات الناموس، يعني تكون مجموعة قوانين للسلوك تضعها سلطة عليا تشرف على تطبيقها وتعاقب كل من يخرج عنها. والناموس ثلاث أقسام أو ثلاث أنواع: الناموس الأدبي، والناموس المدني، والناموس الطقسي. الناموس الأدبي يختص في الوصايا العشر، وهي الوصايا المعروفة اللي أنزلها الله على موسى في جبل سيناء، مكتوبة على لوحين من حجر. وصايا مثل: لا يكن لك إله آخر، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، اكرم أباك وأمك، لا تشهد زور، إلى باقي الوصايات المعروفة وباقي الوصايا المعروفة. وهي وصايا لم يلغيها السيد المسيح، لكنها أخذت مع المسيح بعد أكبر. يعني ما عاد الزنا مثلا كفعل حرام، لكن مجرد النظرة الشرعية تعتبر مساوية للزنا كفعل. أما الناموس المدني أو الاجتماعي فهي قوانين أو مجموعة قوانين خاصة باليهود كأمة وشعب ونظام دولة وعلاقتهم مع بعضهم ومع كل من حولهم، ويتضمن العقوبات وتنظيم العشور والتعاملات وتعاملات الدولة وتطبيق الشريعة. وقد انتهى العمل به أصلاً بانتهاء دولة شعب إسرائيل وهدم الهيكل سنة 70، ومش بسبب المسيح أصلاً. وأما الناموس الطقسي فهو مجموعة الشعائر الخاصة بالعبادات اللي تقرب الناس من الله، والهدف منها تنظيم العبادات والذبائح والتقديمات والمواسم والأعياد والصيام والصلوات، وكانت دائماً عرضة للتعديل حتى في زمن موسى، فهي طقوس تنظيمية قابلة للتغيير والتعديل. وحيث إن للهيكل دور أساسي في استمرار تلك الطقوس، فإن هدمه أوقف العمل بها نهائياً. ولأن كل ذا الشعائر كان هدفها ومضمونها التقرب من الله، فبعد مجيء السيد المسيح ما عدنا في حاجة لأي طقوس تقربنا منه، لأن المسيح أصبح هو الرابط الوحيد والجسر الحقيقي في علاقتنا مع الله، ومش الطقوس أو الفرائض. وكذا يكون المسيح لم يلغي بل أكمل وصحح المفهوم الحقيقي للناموس اللي وضعها الله رحمة للناس مش نغمة عليهم. ونفهم من خلال مجيئه وعمله أن المحبة هي أصل الناموس وروحه، فإن أول الوصايا وأعظمها أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. هذه الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. بهاتين الآيتين، بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. يعني تخيل إن كل الأنبياء والرسل من أولهم إلى آخرهم جايين يقولون لنا كلمة واحدة بس: حبوا. بالضبط نفس الكلمة اللي يقولها لنا السيد المسيح اليوم وكل يوم. فإذا كان الناموس يرمز للمحبة، فإن المسيح هو المحبة الخالصة نفسها. فالناموس الحقيقي وضع محبة للناس وخدمة لهم، ومش عبء مسلط على رقابهم. فمش معنى إكرام يوم السبت مثلا إنك تكرمه أكثر من نفسك أو من أخوك، فتترك إنسان مريض أو محتاج مساعدة عشان تكرم يوم السبت، أو تركز في طهارة أكلك وشربك ونظافة بدنك وترك قلبك مليان كره وحقد وغل وفساد وحسد. المسيح أبداً لم يلغي الناموس،
ولكن بيّن لنا أن طهارة القلب ونظافة العقل أهم بكثير من طهارة الملابس ونظافة الأجسام، وهذا هو الهدف الحقيقي من الناموس. أقول لكل من يسأل أن الناس ضيعوا المعنى الحقيقي للناموس، فزادوا فيه وتقيدوا به تقيد حرفي، وبعدوا عن مقصده الأساسي وخلوه سبب للتعدي على الناس وهو الموضوع لحمايتهم. عشان كذا الله رحمنا ورأف بحالنا، فما عاد الناموس المكتوب وسيلتنا للتقرب منه، لكن أصبح السيد المسيح الحي هو الوسيلة الوحيدة للوصول لله، والباب الوحيد المؤدي للملكوت. فلا طقوس ولا ناموس ولا عبادات ولا أي شيء ثاني في الحياة ممكن يربطنا بالله إلا السيد المسيح. عشان كذا يوم عرفناه تركنا كل شيء في العالم وتبعناه، فلا عبادة ناموس ولا تقرب بفروض، لكن حياة مع المسيح وبه. واليوم أنصح كل من يدور على الحق أن يستمر في البحث ويصبر، وأكيد بيوصل، وبيجي اليوم اللي يرمي فيه أحمال الناموس ويأتي فيه للمسيح، فمعاه كل شيء وبدونه ما نملك أي شيء، هو النور والحق والحياة، وما يفصل بينك وبينه غير أنك تتعرف عليه. وختاماً أشكركم على متابعتكم، وأشوفكم الأسبوع القادم على أحر من الجمر المجلة السعودية وكلام جديد ودي أقوله. وفي أمان الله. يا كل الأمم صفقوا بليادي واهتفوا لله هتاف الابتهاج، لأن الرب علي مخوف ملك عظيم على كل الأرض، يخضع الشعوب لنا ويطرح الأمم تحت رجولنا، يختار لنا ميراثنا فخر يعقوب اللي حبه. ارتفع يا الله وسط الهتاف، ارتفع الله وسط الهتاف، ارتفع الرب وسط دوي نفخ البوق، رنموا لله، رنموا، رنموا لملكنا، رنموا، لأن الله هو ملك الأرض كلها، رنموا له قصيدة حمد. ملك الله على الأمم، الله جلس على عرشه المقدس، ورؤساء الأمم اجتمعوا مع شعب إله إبراهيم، لأن لله حماة الأرض وهو متعال مرة. أحبتي في المسيح، والآن فقرة الاختبارات. جانا واحد يقول أنا ميم من المغرب، يقول: تحية وسلام، أنا كنت مسلم سابق وكانت قد سيطرت علي سلسلة من اللعنات القاهرة حتى فقدت وجودي ومت روحيا، وكنت أحاول أن أسترد كياني عن طريق الصلوات والأذكار وقراءة القرآن والصلاة على النبي بمختلف الصيغ، كما أنني زرت وفعلت كل ما نصحني به الكثير من الشيوخ الصوفيين. للأسف باءت كل محاولاتي بالفشل، وبقي الشيطان متربعا على عرش حياتي. طبعا ما دام ما في مسيح الشيطان موجود. وفي أحد الأيام فكرت بيني وبين نفسي، لماذا لم يتأثر إبليس بتلك الأذكار والصلوات؟ ولماذا لم ينصرف من حياتي؟ توقفت عن الصلاة وكنت أطلب من الله أن يهديني إلى الطريق الحق. وفي أحد الأيام كنت أشاهد القنوات الفضائية وقلت لماذا لا أجرب القنوات المسيحية؟
منها ربما أجد حل. الحقيقة أنني اندهشت من المعجزات التي رأيتها وسمعتها في برامج مختلفة. لاحظت أن الناس الذين يشفون ويتحررون يبكون بصدق وليس بتمثيل، وفكرت أنه هل من المعقول أن كل هذه الجموع الغفيرة من الأمريكان واليابانيين وغيرهم كلهم أغبياء وممثلين؟ قلت لنفسي لماذا لا أجرب المسيحية؟ لقد ذهبت حياتي سدى، ولن أخسر شيء إن كنت أجرب هذا الطريق. فأمنت بيسوع المسيح رغم كل الشكوك، وكلما صلى أحد الوعاظ أو القساوسة على الشاشة كنت أصلي معه ولاحظت تغييرا في أمور كثيرة في حياتي، وقد حاربني إبليس وما زال. لذلك أرجوكم أن تصلوا من أجلي لكي يتحرر نهائيا، كما أرجوكم أن ترسلوا لي الكتاب المقدس لكي يستطيع أن أنتصر أكثر فأكثر. آمين. الرب يباركك يا أخ ميم من المغرب. ارسل لنا أنت عنوانك وتلفونك، وبإذن المسيح نشوف أحد يوصلك الكتاب المقدس، ومو بس كده كمان نشوف لك الناس يتواصلوا معك عشان تتلمذوا وتتعلموا مع بعض عن المسيح أكثر وأكثر. الرب يستخدمك أكثر لمجده. الرب استخدم إبليس بهذا الشكل عشان تعرف الفرق. لولا الظلام ما كان في نهار، فأنت كويس أنك جيت للنور اللي هو يسوع المسيح واكتشفت التغيير بحياتك. وصلي عشانك وعشان أسرتك، وصلي عشان كل واحد يخطو مثلك ويبحث عن النور ويلاقيه في المسيح يسوع. آمين. أحبتي المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وأترككم في رعاية الرب يسوع المسيح وإدارة الروح القدس تكون معكم جميعا. إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم، إلى اللقاء.